اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدنا والعود احمد. الرياضه ترجع للوطنيه الاولى كما تعودتوا في سهره كل احد. برنامج الاحد الرياضي دي مؤخر شويه، مؤخر برشا مش شويه، وتعرفوا ما عادش يخفى عليكم حتى شيء. السبب هو تعطل المفاوضات بين مؤسسه التلفزيون التونسيه والجامعه التونسيه لكره القدم بسبب حقوق البث. وتعرفوا اذا كان ما فماش مباريات الرابطه الاولى لكره القدم ما ينجمش يكون فما برنامج الاحد الرياضي. المهم الحمد لله البارح في وقت متاخر صار الاتفاق ورجع برنامج الاحد الرياضي، ورجعنا وان شاء الله يا ربي نكون احسن خلف لخير سلف. نتمنى التوفيق للزميل العزيز رازي الجنزوعي في بقيه مشواره، وان شاء الله يا ربي انا زادة نواصل نحافظ على نجاح هذا البرنامج. سعداء انه نستقبلوا معنا الليله في الحصه الاولى من الاحد الرياضي للموسم الجديد عمار السويح منظر الكبير، مرحبا بكم. باش يرافقوني في الحصه الاولى، تفضلوا، مرحبا. ايضا انيس بوجلبان والزميل اسكندر ابراهيم، مرحبا بكم. مرحبا. مرحبا. مرحبا بكم. شكرا على الحضور في الحصه الاولى للاحد الرياضي. لكن قبل ما نبدا معاكم اكيد ومع الساده المشاهدين نعطيكم السومير عناوين هذه الحصه، تفضلوا مع بعضنا. اهم عناوين حصتنا اليوم: الترجي يغادر المسابقه العربيه ويتعرف اليوم على منافسه الاول في كاس العالم للانديه بالدوحه. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق العلامة الكاملة في تصفيات كان الكاميرون 2021 واستضافة خاصة للمدرب الوطني منذر الكبير. إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ورجوع مع الجولة التاسعة الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي في الصدارة مستقبل سليمان وشبيبة القيروان أبرز المستفيدين من هذه الجولة. رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي ضيف الأحد الرياضي للحديث عن الوضعية الحالية للنادي وعديد الفقرات الأخرى نكتشفوها مع بعضنا، متابعة طيبة. شكرا شكرا، مرحبا بكم مرة أخرى منظر الكبير، مرحبا بك. مرحبا بك رجاء، مرحبا بالحضور كله، تحية طيبة لكافة المشاهدين. أيضا عمار السويح باش يكون المحلل الفني معانا السنة، مرحبا سي عمار. عايشك وسعيد باش يكون متواجد بيناتكم، وتحية للسادة المشاهدين. باش يكون مقابلك في التحليل الفني أنيس بوجلبان، مرحبا أنيس. مرحبا بك رجاء، مرحبا بكل المشاهدين، وبطبيعة الحال سي منظر الكبير مدرب منتخب، سي عمار المدرب الكبير، واسكندر صديقي وعندي مدة عليه والحمد لله تقابلنا وشفناه اليوم. هكا اليوم انا قابلتك انت وصديقك اسكندر، اسكندر ابراهيم زميلنا باذاعه موزايك، مرحبا بك. مرحبا مرحبا رجاء، مرحبا بالناس اللي تفرج فينا الكل، مرحبا بسي عمار سي المنظر سي انيس زادة كيف كيف، ان شاء الله عوده ميمونه لك انت رجاء، وعوده ميمونه زادة للبرنامج الاحد الرياضي اللي نستناو فيه عنا برشا. خاصه الاحد الرياضي. الاحد الرياضي مهما يكون اسم الشخص يلزم يكون موجود، تعرف عنده تقاليد، التوانسه الكل تستنى في هذا البرنامج الرياضي الاول على الوطنيه. اسكندر وانت هكا نحكي معاك توا، احنا الاكتواليتي البارح الترجي الرياضي التونسي مع الاسف ما عندناش الحق ان نصوروا كاس الانديه العربيه، ولكن الترجي البارح انسحب من المسابقه العربيه. اذا كان عندنا شويه صور للمباراه البارح ما يسالش نجموا تعديهم، وانا نحكي على المباراه ما انه معنا ضيوف نجموا نحكيو. انه نبدا معك انت اسكندر الساعه كزميل صحفي، والبارح تبعت المباراه وكنت في استاد موجود في رادس. على الورق الترجي كان مرشح للعبور، ولكن السيناريو مره اخرى يتعاود، عاملينه مع الاتحاد الاسكندري والسنة مع اسفي المغربي بطريقه غريبه نوعا ما، يعني حتى فاجات احباء الترجي. هي طريقه مفاجئه وانسحاب مفاجئ، هذا كل
ما نصورش كان فما شكون يقول العكس، لكن الطريقه زاده كيف كيف هي اللي خلفت بعض التعليق بعد المقابله. ترجي رياضي تونسي ممكن الجماهير نتاعو ولا المتابعين اللي تبعوا فيه مازالوا يشوفوا في الترجي الفريق اللي كان في طيب المهيري والماتش سي اس اس وغيره، وكانه ما نحبش نقول غلط الماتش هذاك، لكن وكانه عطى اون امبريسيون انه ترجي حاضر من هنا حتى لاخر السيزون وتستنى فيه برشا كؤوس وبطولات، تستنى فيه يعني رهانات كبيره تستنى فيه. كان ممكن استسهل الناس اللي تتبع ممكن تعرف انه كل كره بحسابها في ماتشات كيما هذه، لكن ممكن كي تشوف الترجي تشوف الوضعيه نتاع الترجي النتائج نتاع الترجي صعيب انك تستنى من الترجي يخسر ماتش كيما هذا. بون خسر بركلات ترجيح يحبوا يقولوا يسميوها ركلات الحظ، لكن في الاخر ترجع على 90 دقيقة خاصة ما كانش قادر انه يفك الشفرة نتاع الفريق المغربي في عن المستوى التكتيكي. لهنا الاسباب تختلف وكل واحد شكون يحب يحمل مسؤولية، انا ما ندخلش في الامور الفنية، ممكن الفنيين تبارك الله هما باش يعطيو راهم في الامور الفنية، لكن حسب رأيي انا واحد من الناس نتصور انه كيما الترجي كيما الافريقي كيما الجمعيات الكبار راهو في ماتشات كيما هذه وقت تغيب الفورمة وتغيب الامور الحلول الفنية فما طرف مؤثر برشا لازم يكون حاضر، لازم يكون هو اللي يدز. نحكي على الجماهير مش نحكي على العدد، نحكي خاصه على جماهير الفيراج. جماهير الفيراج في اكثر الماتشات بالنسبه للترجي، نحكي على بريميرو داغوستو في دومي فينال عامنا، ونحكي على الاهلي في فينال عامنا وفي تشامبيونز ليغ زاد كيف كيف، حتى في نهائي الوداد وغيره من الماتشات مازامبي زاد في ليديسيون الاخرى كان هو عنصر مؤثر وكان يدز برشا الملاعبيه، ما كانش موجود وقت اللي فقد السند نتاعو الملاعبي لقى روحه في نهار ماهوش في نهار، وفي الاخر كانت الخساره. دونك الخساره فيها برشا اسباب اهم حسب ما نشوف الدعم الجماهيري ما كانش موجود. انت مشيت للضربات الجزائيه، لكن هات نرجع انيس للماتش، معناها ال 90 دقيقه الترجي في الفتره الاخيره عانى من مشكل في محور الدفاع وخاصه الاصابات المتاليه في المدافعين بالذات ذوادي شمام، ما تراش اللي هذا يمكن اثر شويه على بالنسبه لمحور الدفاع، اثر على مردود الترجي في هذه المباراه؟ اثر يعني كان نشوفوا نرجع ورجع حتى الهدف يعني هدف اخطاء دفاعيه كبيره برشا كانت في دفاع الترجي، الفريق المنافس ما عملش اتاك بلاسي ولا كان الترجي اون ديزيكيليبر باش يوصل كره طويله من الحارس ديفياسيون بالراس، ايهاب المباركي يخرج على المهاجم بعد ثم مشكله كبيره في دفاع الترجي، ثم ثلاثه مشاكل. المشكله الاولى لالينيومون نتاع الدفاع يعني بدران وإيهاب المباركي، يعني المباركي كي طلع على المهاجم خلاله مساحه نتاع 3 4 متر، خلاله الوقت والتايمينغ والمساحه باش هز راسه وعطى التمريره الممتازه، لانه بدايه العمليه كانوا 5-2. يعني الترجي بصراحه في غياب ليزاكسيون اللي متعودين يلعبوا تاثر برشا، لانه ما كانش ثم كومبليمونتاريتي، ما كانش ثم يعني الينيمون في الدفاع كيف سامح الدربالي يعني ما عملش التغطيه اللي لازمها تكون، حتى معز بن شريفيه ما كانش ديسيزيف، يعني المفروض يكون تعامله مع الكره احسن من هيك. على كل نتصور انه الهدف قلق برشا اللاعبين الترجي، ما تحطوش في الموسم هذا لانه فريق جديد متكون اكثر من 70% تغير، دونك ما تحطوش في سيتياسيون انه يكون خاسر، هذاك علاش تاثر والفريق ما رجع الا في الشوط الثاني. انيس حكيت معك انت على الدفاع، نمشي معك انت سي عمار، الهجوم البدري الهوني ما ريناهمش في مباراة البارح اللي نرى تأثرت عليهم مبارياتهم مع المنتخب التونسي المنتخب الليبي، يعني إرهاق، شنو اللي أثر على الملاعبين وخاصة على مستوى الهجوم؟ قضية يعني إرهاق ديما الفترة هذه كل ما ثم جورني فيفا ثم تحضيرات منتخب إلا في الرجوع، نتصور اغلب الفرق الا الفريق ربما اللي تكون عنده مشاكل يلقى الوضعيه هذيك سانحه باش يرمم المعنويات نتاعو ويصلح وضعه، لكن الفرق اللي شاده نسقت على المباريات كل ما يقع التوقف هذا الا والرجوع معناها البطوله او المباراه الاولى تكون فيها نوع من الصعوبات، وهذاك الشيء اللي خلى ربما الناس كلها ركزت على البدري والهوني على مستوى المردود نتاعهم في المباراه هذه، اللي انا اعتقد الترجي الرياضي على المباراتين الاثنين ما يستاهلش معناها باش يخرج معناتها من الدوره هذه، كان هو الافضل بدون ان ندخل يعني في الامور الجانبيه الكل، على مستوى مباراه الذهاب مساواه مباراه الاياب الفريق هذا ربما الستاف تكنيك نتاع الترجي ولاعبين الترجي شافوا الفريق هذا افضل منا احنا لانهم يتعودوا بيشوفوا الفريق هذا لمده 3-4 مباريات، لكن انا شخصيا تفاجات زاد بالمردود تاع الفريق هذا على مستوى الانضباط التكتيكي على مستوى معناها النجاح الدفاعي في المباراه هذه،
يعني ما يمنعش فريق الترجي الرياضي يقدم مردود غزير. لاعب فرجوي، امتلاك كرة، الخصم عمل يمكن هجمتين برك جاب منهم هدف صحيح، فهم الأغلاط من جميع ما، فهم مانك دو كوميونيكاسيون، فيه يعني أخطاء يعني بالجملة ومتكاملة، نظرا زاد حتى يعني وجود إيهاب المباركي أول مرة في المكان هذاك، وإن كان ينجم يلعب في المكان هذاك ينجم يلعب حتى في وسط الميدان، لاعب مهاري. فنقول اللي الترجي ما قصرش في المجمل حتى متاع المباراة هذه، إلا أنه ما يقدرش باش يخلق الفرص اللي باش تخليه معناها يكون يعني سيد الموقف ياخذ المباراة هذه، لكن ما يلزمش نقصوا من القيمة متاع الفريق هذا اللي نصوروا لعب مباراة يعني عمره، المباراة اللي قدمها أنا شخصيا روح وانضباط تكتيكي على مستوى الانترسبسيون، على مستوى معناها لي دويل، في بعض الأحيان على مستوى مسك الكرة، ف يعني كل هذه العوامل خلات الترجي هذا ينسحب بركلة الترجيح، وذاك علاش في بعض الأحيان ديما نقولوا كرة قدم إيكرويال، معناها فيها وضعيات اللي تنجم تصير نقراش حساب. منظر ليتوال صاحب اللقب انسحب، ترجي بطل إفريقيا ينسحب، في الكاف نلقاو سي سي اس واتحاد بن قردين، ما معناها شنية الحكاية في الأندية التونسية اسناب على مستوى المشاركة الإفريقية والمشاركة العربية؟ ومام تون زد عنا الفرق نتاعنا موجودين، زد النادي البنزرتي زد خرج من التصفيات العربية، لكن نجم رياضي الساحلي والترجي رياضي التونسي موجودين في الفاز دو بول في الشامبيونز ليغ. نجم رياضي الساحلي هو بطل العرب في ليديسيون اللي فاتت، نفس الشيء قبل الترجي هز. يعني الانديه نتاعنا كي تشوف التقييم البيلون نتاعهم على ثلاث سنوات الحمد لله موجودين، دو شامبيونز ليغ ترجي هزتهم، هزت كوبا راب، نجم رياضي الساحلي زاد كيف هز كوبا راب. سي سارتان مش كل عام باش تقعد ديما انت تنتصر هيك الكره. نحكيو على الموسم هذا طبعا. نحكيو على هالموسم. اي الموسم هذا سانسيرمون خروج الترجي كان مفاجاه، خاصه الفتره الايجابيه اللي تعدى بها على مستوى الفوليوم دو جو، على مستوى الفكر الهجومي ولا الفكر خاصه التكتيكي. الترجي فرديا وجماعيا الفتره الاخيره كان يمر فتره انتعاش قصوى، والمفاجاه تجي وقتها هو الانسان يتصور لكونه هو في احسن حالته. فريق المغرب يطلع مرتين للمناطق نتاع الترجي، وصل مرتين برك، كان موفق باش يسجل منهم هدف، والترجي عنده تقريبا 9 أو 10 وضعيات اللي كان قادر باش يعمل بهم الفارق. سي الفوتبول في وقت من الاوقات اللي مش القوي ديما هو اللي يربح، الترجي كان قوي فوق الميدان، كانت بوسيسيون دو لا بال عنده، كانت سيطره ميدانيه كبيره عنده، كان يلعب تقريبا في 30 متر الاخيره، لكن ما كانش فما توفيق. ان شاء الله في الترجي يعوض الشيء هذا ان شاء الله في الشامبيونز ليغ ويتوج بها ان شاء الله. صفحه ونتويوها البطوله العربيه كما قلت انت، فما الشامبيونز ليغ الجمعه الجايه، فما كاس العالم للانديه بالنسبه للترجي الرياضي وباش نرجعوا نحكيوا عليها. نذكر فقط تفاعل الجماهير وتفاعل مشاهدي الاحد الرياضي على الصفحه الرسميه الفيسبوك، فما السونداج اذا كان فما نشوفوه امامنا، السؤال تتفاعلوا معنا في الباج، هل انتم مع مشاركه المنتخب الوطني التونسي في الشان؟ يعني مع او ضد، وتوا بعد نحكيوا معاك على مشاركه المنتخب في الشان، يعني مع او ضد، ثم تفاعل كبير على الصفحه، مشكورين انكم تشاركوا في السونداج هذا. نرجع قلت باقي باش نقعد مع الترجي، ما انها الاكتواليتي والبارح الكاس العربيه، اليوم الترجي يتعرف على المنافس نتاعو في كاس العالم للانديه بعد فوز الهلال السعودي امام اوراوا الياباني 2-0. اليوم الصباحي اليوم الصباحي اذا نادي الهلال السعودي يفوز بكاس اسيا ويكون المنافس الاول للترجي الرياضي التونسي نهار 14 ديسمبر. عبد الرحمن العش حضر لنا التقرير التالي ثم نرجع نحكيه مع الضيوف. الهلال السعودي يحقق انجاز كبير اليوم على ملعب سايتاما في اليابان، ويحرز لقب دوري ابطال اسيا على حساب اوراوا ريد دايمونز الياباني 3-0 على مجموع اللقاءين، بفضل نجومه كاريو البيروفي، جوفينكو الايطالي، والدولي الفرنسي السابق جوميس. تاكيد فوز الذهاب
والانتصار 2-0 للهلال السعودي في اليابان على حساب بطل المسابقة 2017 أوراوا بفضل سالم الدوسري وغوميس الفرنسي أصحاب الأهداف، وهو أول لقب في دوري الأبطال للهلال منذ 19 سنة وثالث في تاريخه، وتجاوز عقبة أوراوا اللي حرموا من لقب سنة 2017، والامتياز للمدرب الروماني راشفان لوسيسكو. والهلال هو ثالث فريق سعودي سيخوض كأس العالم للأندية بعد النصر واتحاد جدة، وضرب موعد مع الترجي الرياضي التونسي بطل أفريقيا يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة في الدور الثاني. والترجي الرياضي سيواجه للمرة الثالثة فريق عربي في مشاركته بعد 2011 أمام السد القطري و2018 أمام العين الإماراتي. دائماً مع الأجواء القارية، إبداع فلامينغو البرازيلي الفريق السابق لزيكو وسوكراتيس ورونالدو، خاصة أول لقب في مسابقة كأس أبطال منطقة أمريكا الجنوبية منذ 1980 والتأهل لكأس العالم للأندية بالدوحة، وانتصار مثير مساء أمس في ليما على صاحب لقب 2018 ريفر بليت الأرجنتيني، وهدف حاسمة للاعب جابرييل باربوزا لاعب إنتر سابقاً، وتجاوز أسبقية ريفر بليت 2-1، وأول لقب للمدرب البرتغالي القادم من بنفيكا وسبورتينغ خوان خيزوس. فلامينغو بطل ليبرتادوريس متأهل للنصف النهائي مباشرة في كأس العالم للأندية على غرار ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا 2019. كرة أخرى وجو آخر، الهلال السعودي باش يكون منافسة الترجي الرياضي التونسي في أول مباراة، وفلامينغو البرازيلي إذا كان ترشح وهذا ما نتمناه للترجي الرياضي التونسي باش يكون منافسة الترجي في الدور نصف النهائي. سي عمار، إذا نحكيه على الهلال السعودي فريق محترم، أعتقد هذا الدور النهائي الثالث على التوالي تمكن باش يفوز، كان في المرة هذه خسر ضد نفس الفريق في الموسم الفارط، والموسم اللي قبل أعتقد خسر يعني الدور النهائي، ما أيسش الموسم الفارط الفريق انسحب من كل البطولات، مع الدور النهائي ضد النجم الساحلي البطولة خسرها في الأمتار الأخيرة، كأس الملك خسرها في الأمتار الأخيرة، نتيجة معناها الرزنامة يعني الضغط متاع الرزنامة، مع ذلك الاتحاد السعودي ما رحموش وخلاه يلعب تحت الضغوطات الكل بالإصابات وما عمل معه حتى كونسيسيون، وفي نهاية المطاف ما أيسش الفريق هذا وصل لخذاه معناها الشامبيونز ليج اللي كما قلنا معناها عنده مواسم ويلعب في الادوار الاولى وكلت بالنجاح، نتيجه معناها فريق يعني محترم ضخ مال كبير، شوفوا الانتدابات اسماء كبيره مبالغ طائله، وفريق منظم ويعرف المسؤولين نتاعو يعرفوا ايش يعملوا. فانا ناكد اللي المباراه هذه باش تكون مباراه شيقه وباش تكون فرجه مضمونه ضد الترجي التونسي، والفرق السعوديه ما هيش راهو سهله خاصه بالنسبه للفرق معناها العربيه، لابد عندها يعني صولاتها وجولاتها وتكون عاده ند قوي للفرق اللي في شمال افريقيا. نتمناو حظ سعيد اذا للترجي الرياضي التونسي في هذه المغامره الجديده في كاس العالم للانديه. منظر الكبير المدرب الوطني، 5 انتصارات في 7 مباريات، يظهر لي حصيلة ممتازة كبداية مع المنتخب الوطني التونسي. لكن قبل ما نحكي معك، شنو رأيك لمحة صغيرة على مسيرة المنظر الكبير في التدريب وصولا إلى المنتخب الوطني التونسي ثم نرجع. منظر الكبير المدرب التونسي عدد 39 على رأس الأمور الفنية لنسور قرطاج، 49 سنة المسيرة كلاعب كانت مع السيابي في مركز مدافع وتوج مع المنتخب بفضلية الألعاب الإفريقية 91. أهم لحظة تخص الناخب الوطني أنه دخل عالم التدريب في سن صغير 27 سنة. 97 كانت البداية مع فريق الأم السيابي كمدرب أول، لتكون بعد زوز تجارب في الرابطة الثانية مع أمل جربة مستقبل القصري من 98 ل 2004. التكوين الأكاديمي الممتاز الكبير خلاه يدخل الإدارة الفنية للجامعة من 2005 ل 2008، ومنظر موسو جديد على أجواء المنتخب بما أنه تدرب في 2007 المنتخب الأولمبي وتوج بالميدالية البرونزية في الألعاب الإفريقية كمدرب بعد ما تحصل على الفضية كلاعب. كانت لي زادة تجربة في 2008 مع الأواسط ومنتخب المحليين في نفس العام، لكن انسحبنا ضد ليبيا في التصفية، وبعد 11 سنة يثأر لنفسه ويترشح للشان بعد فوز
ذهب وإياب ضد نفس المنتخب. 2010 التحول لسوسة كمدير فني، لكن يلقى روح المدرب الأول مع فريق كبير اسمه النجم الساحل. 3 سنوات قضاهم في فريق جوارة الساحل، وكان قريب من الثنائي في 2011 لولا الحظ والاكتفاء بالوصافة في البطولة والكأس، لكن طلع جيل ممتاز في النجم اللي بعد عام ربح الكوب مرتين وبعدها البطولة وكأس الكاف. البيلون نجح لمنظر في النجم حل الباب لتدريب جمعيته الأم والعودة لها بعد 16 سنة. 2013 السيابية مع الكبير تحقق نتائج ممتازة، الفوز بالكأس 2013، مرتبة ثانية والمشاركة في رابطة الأبطال، وانسحاب بشق الأنفس ضد فريق القرن الأهلي، ولعب مسابقة كأس الكاف، والسيابية قراب من إنجاز إفريقيا بعد ما وصل للنصف النهائي وخروج ضد السي اس اس. رغم النجاح كمدرب، منظر كبير خير دخول أسوار فريق باب جديد في خطة مدير رياض في 2014 ليلقى روحه مرة أخرى كمدرب أول، لكن التجربة ما طولتش مع السيارة. الوجهة المقبلة لمدرب المنتخب كانت مستقبل المرسى وزوز مواسم من 2014 ل 2016 ناجحين مع فريق الضاحية الشمالية، والكل كان ينتظر صعود أسهمه ومسك فريق متراهن جدي على الألقاب، لكن عكس الانتظارات يخير في جويلية 2016 قيادة الإدارة الفنية للترجي، وبعد أقل من عامين في فيفري 2018 يتم الاستنجاد به كمدرب طوارئ خلفا لفوزي البنزر. لكن انسحاب من سباق الكأس حكم عليه العودة للإدارة الفنية، ومع بداية الموسم يغادر الترجي ويترك مكانه لكمال القلصي. صحيح أنه بين تكوين الأكاديمي الممتاز لمنظر كبير ومسيرة طيلة 22 سنة في التدريب ما فيهاش برشة تتويجات والاكتفاء بلقب واحد، لكن الجامعة أعطت ثقتها فيه منذ أوت 2019 وهو مدرب منتخب النسور حاليا وحلم كل مدرب. والسؤال زعم منظر كبير كيفاش باش يتعامل مع الضغوطات المسلطة على الإكيب ناسيونال. منظر، شو رأيك في التقرير بتاع أنيس موسى ومكرم الحطاب؟ حكي على الضغوطات، ختم لك بالضغوطات. أعطيهم صحة وشيء، غطاوا كل شيء، غطاوا البدايات من العام 97 حتى السنة الأخيرة هذه، المحطات الكل اللي تعديت بهم وقفوا عليهم. فيهم أكثر من 300 مقابلة في الليجون، أكثر من 50 مقابلة على مستوى الكؤوس الإفريقية والشامبيونز ليج، تعديد بالمنتخبات، لي بوست الكل براتيكمون اللي موجودين وقفت عليهم. نعرف الكواليس كل الحقيقة نتاع الكرة التونسية تعدينا بها، فما فترات اللي نجحنا فيهم، فما فترات أقل كما الناس كل. اليوم جاء الوقت اللي بعد ساعات المدرب ياخو يدخل في ميسيون وما حتى واحد اللي كان يحسب لها ولا ينتظرها، هكاك طبيعة العمل نتاعنا. اليوم ربي كرمنا بالمسؤولية هذه بكل ثقة، وإن شاء الله ننجحوا فيها بإيمان كبير بقناعة كبيرة. اللي كانوا، أنا ديما أقول اللي كانوا الناس اللي كانوا يجموا ياخذوا البلاصة نتاعي أنا مانيش خير منه، وحتى الناس اللي شدوا هما زادا كيف كيف وخذوا البوست هذا ماهمش خير مني. نأمن اللي كانوا واحد ينجم يجاوب كان بالعمل، نتائج ان شاء الله، نتائج هي اللي تعمل الفارق، هذا خير من هذا. أو اول شيء ساعه واحد يلزمو تكون من الداخل فما قناعات اللي كانوا يلزمو ينجح، ينجم ينجح وبالعمل وبالنتائج بقدر السميع العليم كوقت واحد من نجم يجاوب كان بالاشياء هذه. اسكندر، انا باش نخلي الامور الفنيه لانيس وسي عمار، لكن احنا كصحفيين اسئلتنا اسئله اخرى. شو نقول لك، شنو رايك في اختيار المنظر الكبير على راس المنتخب الوطني التونسي واعطاء الثقه مره اخرى للاطار يعني المحلي؟ معناها هو شوف، مو احنا الصحفيين ما نلوجوا ما نصدقوا كما نعنقوا وما نحكموا كان على واقع ولا على نتيجه، حتى توا ما نجموش نبداو في الاحكام، لكن نقعدوا نستناو من المنظر الكبير شنو يعطي باش من بعد نقولوا له راك عملت الصواب ولا راك عملت الخطا. لكن تعرف فما عالم اخر اللي هو العالم الافتراضي وهو زاد الشارع الرياضي وغيره، كل واحد كيفاش ينجم يحكم. يقول لك خويا منظر الكبير بار اكزومبل جودي نابورت كوا، ما لعبش لبرا في الاوروب، ما عملش كارير كبيره، ما هزش تيترويات في كارير اون طونك ملاعبي، ما كانش وهو في موقع مدرب عمل انجازات كبيره مع الفرق ولا غيره، وكل واحد شنو ينجم يحكم هو. لكن هذاك نحكي لك على الحكم ما قبل النتيجه، اللي انا واحد من الناس معارضه، نستنى النتيجه ومن بعد نحكي. واحنا نحكيو على النتائج، ما نعرفش، فما سؤال يقعد ديما يتسال وقت اللي المدرب يشد البلاصه هذه مدرب وطني. اليوم المفاهمه بين منظر الكبير
اللي كما قلت انت كنت تحكي قبيلة سي المنذر، قلت حاجه ما كنتش تتصورها، ما كنتش تستناها، بلوتو جيت وربي يعينك وربي يجيبك في الصواب. لكن نحبوا نعرفوا النتائج من وقتاش تبدا تتقاس، من وقتاش نبدا نحكموا على النتائج، يعني شنو هي الاهداف اللي مسطره مع المكتب الجامعي باش نجموا نحكيوا على عمل المنذر الكبير من بعد؟ اول حاجه مش ما كنتش نتصور باش ناخذ البوست هذا، خاطر وقتها وقع الاتصال بي على اساس في 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 تخضاي اونيكيب في استراتيجيه اللي كونوا على اساس تدخل كمدرب وطني في كيب، وبعد المجال ينجم يجيك اتو مومون بعد عامين بعد ستة شهور تجم. إيه ما مش مدرب اول، ما انا حبيت نقول لك هكا خليك كملك. اي لا جوست حبيت الكلمه هذه اللي خد مدربين وطنيين كلكم تبارك الله مدربين وطنيين، لكن من الاول مش مدرب اول، خاطر احنا كي تشوف نشوف المدرب الاول ولا الستاف اللي معاه. نجم فسر لي؟ تفضل ليه جوست فسر لي. فما التسميه نتاع المدرب وطني فما ناخب يعني ستركتور ماهيش فما كي باش تدخل كيما موجوده تو، فماش ان اونترونور وستركتور نتاع ادجوان، لا فما ترافاي اون ايكيب، فما سي ان سيليكسيونور، فما مدرب وطني. في البدايه كانت التوجه هذاك على اساس اللي كونوا البروجي ينجم يمشي ويكبر، يعني وقت قبلت انا الوضعيه هذه. بعد صارت الناس تعرف شنو اللي صار، الوضعيه كيف صارت، بعد اللي تجم انت تكون بعد عام موجود كيما تجم تكون بعد شهر موجود. على كل كنت جاهز على المستوى الكل. نجم نجاوب ولا ما نجاوبوش؟ نجم نكمل ولا ليه؟ الفكره وصلت، الفكره وصلت، الفكره وصلت منظر، لانه احنا احنا راهو حابين معناها لمحه فقط على مسيره منظر كبير كمدرب وطني، مش كان الناس كل تتفرج فينا، مش كان في تونس حتى خارج حدود الوطن مسيره المدرب، لانه احنا اليوم نحب نحكي زاده على المنتخب الوطني التونسي، وباش نرجعوا نحكيوا على الامور الفنيه مع المحلين معنا ونمشيوا الساعه تو مع بعضنا، نرجعوا لمسيره المنتخب الوطني التونسي مع منظر كبير في تقرير أنيس موسى ومكرم الحطاب، أرقام استنتاجات، ثم نرجعوا نكملوا نحكيوا على الأمور الفنية. المسيرة مع منظر كبير بدأت منذ سبتمبر 2019، 7 مباريات، 3 ودية ضد موريتانيا كوت ديفوار والكامرون، 2 في إطار الشان ضد ليبيا ذهب وإياب، وزوز في إطار تصفيات كأن 2021 ضد أبناء فوزي البنزرتي المنتخب الليبي ومنتخب غينيا الاستوائية في مالابو. الحصيلة 5 انتصارات منها 3 على التوالي، تعادل وهزيمة. هجومياً منتخبنا سجل 10 أهداف منها 7 في الأشواط الثانية، وبيقدم لاعبين ذات صبغة هجومية، 3 أهداف للبدري والخزري اللي يصبح في رصيده 19 هدف في 53 مباراة دولية، ويلتحق بالمركز الرابع لهدفي المنتخب. ثنائية وهي الأولى للخاوي في 15 مباراة، وأولى أهداف محترف مارسي مع النصور، وبقية الأهداف فرقت على عيوني هدف في أول ظهور ليه مع المنتخب، وسليتي زادة هدف مع منظر الكبير. دفاعيا منتخبنا قبل 4 أهداف في 7 ماتشوات، 43 لاعب تم الاعتماد عليهم في 630 دقيقة، 21 محترف و22 محل، 3 حراس مرمى معز حسن بن شريفية بن مصطفى، 12 مدافع، 20 وسط ميدان و8 مهاجمين. بمعدل أعمار 26 سنة و5 أشهر، الأكبر الحناشي 35 سنة، والأصغر محمد علي بن رمضان 20 سنة، والأكثر استعمال بن محمد معلول البدري مرياح اللي خاض 5 مقابلات كاملة 450 دقيقة، وأقلهم الوسلاتي 5 دقائق والصرار فيه 13 دقيقة. وفي قراءة لزاد البشري يستعمل منظر الكبير عديدة هي الاستنتاجات. أيمن عبد النور بعد الفورمة الكبيرة اللي ظهر بها في تجربته التركية يعود لأجواء المنتخب بعد 966 يوم، آخر مشاركة كانت ضد الكامرون في مارس 2017. مع دخول المنتخب في الرسميات فن الإطار الفني وفي لقاء ليبيا اعتمد على 11 محترف، وهي المرة الأولى للنصور في التصفيات يلعبوا ب 11 لاعب أساسي ينشطوا خارج تونس. وحتى في المواجهة الثانية تم تغيير وحيد، إقحام بن عزيزة مكان عبد النور. فنيا فانه طريقة 4-2-3-1 هي اللي اعتمدها الإطار الفني، والملاحظة أنه مدرب المنتخب لم يعتمد على رأس حربة صريح واختار التعويل على الخزري كمهاجم صريح، طريقة أعطت أكلها بما أنه المنتخب سجل 5 أهداف في 180 دقيقة. زاد من الإيجابي دمج لاعب المنتخب الأولمبي والتراجي محمد علي بن رمضان اللي لعب في زوز لقاءات هذه، وهذا في حد ذاته يعطي شحنة لبقية زملائه لتأكيد قدرته. في الأخير البداية تعتبر إيجابية للمنتخب، نسخة كبير على مستوى النتائج وكذلك
المستوى الفني اللي مازال يشكو بعض التروشيك خاصة على مستوى الدفاع. نبدأ معك أنت سي عمار، كلمة على مسيرة المنتخب وخاصة زوج مباريات الأخرانية ضد المنتخب الليبي وضد غينيا الاستوائية، العلامة كاملة. بون، نبداو بالليتا دي ليو. معنا مدرب تونسي مسك المنتخب بعد الدورة نتاع كأس أفريقيا الأخيرة، على مستوى النتائج كانت يعني قائمة الذات وموجودة، على مستوى الأداء و بعض الجزئيات وبعض معناها الأشياء اللي أنا ديما نعير لها أهمية ودائما انتباه كانت دون التطلعات، لأنه في على مستوى معناها الفرق الكبيرة وإلا على مستوى المنتخبات فماش كان نتيجة. احنا بطبيعة الحال الإعلام تاعنا أو الشارع الرياضي متعودين ما ناخذوا كان وحتى المسؤول يزد أغلبهم هذاك اللي يقعد هي النتيجة، لا إيه هذاك اللي يقعد، لكن مسموح فما فضاء باش نحكي فيها على بعض الأشياء اللي تخلي ما تناسبش، يعني خلينا نقولوا فريق لما يكون محترم يكون محترم على جميع الواجهات مش كان النتائج. فماش في رأينا راه في رأينا مش كان النتائج، لو كانت النتائج فحسب فقط مثلا مع كامل احتراماتي المنظر يمكن ياسر ما يلزموش يكون مدرب تاع المنتخب، ولكن هنا وقع خيار على الكفاءة على العمل على الانضباط على الميدان على الوقت، عكس ما يقال لا المدرب هو معناها نتيجه. اي ما هذا كله يقعد في الذاكره كان بالنتائج مش كره قدم. فما مسيره تنجم توصلك الى احسن المراكز معناها بدون ان تكون فما عمل لازم يتقيم، لانه حتى مثلا ناخذ الناخب الوطني في المرحله الاخيره هذه وصل للاهداف نتاعو، لكن نتصور حسب معناها التقارير اللي موجوده او حسب معناها الشيء اللي وصل كان ماهوش قد المسؤوليه. دونك النتيجه كانت ماهيش ربما ما عندوش فيها هو يقول وما عندوش فيها معناها ضلع معناها كبير. فالامر هذا بالنسبه لي انا نحكي رايي الشخصي، انا ما نقيمش المسيره نتاع مدرب كان على النتيجه، نقيم على العمل وتو نعطيك بعض. انا سالتك على الزوز مباريات الفتره الاخيره هذه فتره معناها كما قلت لك لتادي اليوم فما نتائج، في فترات سابقه فما اداء، اليوم مطالبين باش يكون فما نتيجه واداء. لي بريميس اللي موجودين فما تطور فما تحسن فما افكار مرسومه وقاعدين نمشيو لها، لكن مازال يستنى فينا معناها عمل وبرشا اشياء تو نسعوا لها منظر معناها في لاحقا مع في الوضعيه هذه اللي معناها موجود في المباراتين هذوما. المباراه الثانيه نتاع غينيا كوناكري معناها ارضيه الميدان والا حتى الطريقه نتفرج فيها في المباراه انا كفني ما تخلينيش نحكم على المردود اللي صار، ما تخلينيش بشوف معناها لا التمركز نتاع اللاعبين ولا كذا، لكن نلخصها معناها بعجاله. شوط اول ما كانش معناها يعني في المأمول، هنا الاخطاء الدفاعيه من الخصم كنا ننجم ناخذ بها الاسبقيه ومعناها ان نسجل بها اهداف. الشوط الثاني كان افضل وكما قلت ارضيه الميدان ما تخليناش نلعبوا اللعب نتاعنا، واللي تنابيدي كل الناس كل نقول اللعب نتاعنا تسال عليه بعد منظر شنو الطريق شنو هي اللعب نتاعنا شنو هي الافكار نتاع اللعب نتاعنا، نلعبوش معناها الكرة نحبوها نحبو نتفرجوا فيها. مباراة المنتخب الليبي كانت مباراة معناها محترمة مع أنه فيها الأهداف، لكن الأهداف تخلينا كيف ننساق وراء أفوري وكون كل شيء باهي وكل شيء كذا. لا، المهم في المباراة هو الفوز موجود، في فترات كانت جيدة في أشياء إيجابية نبنيو عليها وفي أشياء نجموا ناخذوا منها معناها العبرة عموما معناها الدور نتاع الإطار الفني هذا بما أنه التونسي ربح الوقت وفما هنالك معناها واضح كون ثم انسجام. ثم نزيد نلح على حاجه مثلا اللي اذا باش نعمل مقارنه انا بالستاف اللي شفته توا والستاف اللي شفته معناها في كاس افريقيا. كاس افريقيا ثلاثه مدربين ولا اربعه عندك، هنا اثنين مدربين ولكن الامر بالنسبه لي انا حتى الستاف هذا منقوص. هنالك تكامل كل ما تاقف كوره وحاجه فما متطلبات باش يقع تشاور وقع تشاور، على عكس الشيء اللي شفته معناها في افريقيا لما لاعبين باش يدخل شفت عادل السليمي في يده ما يلزم باش يعطي النصائح والتمركز نتاع اللاعبين تصور في الكرات الثابته الى اخره، على عكس الشيء اللي ما شفتوش معناها في المنتخب هذاك. علاش قلت لك انا عدت اشياء انا كفني نخزر لها وناخذها بعين الاعتبار، اذا تكون معناها مثاليه على مستوى التعامل على مستوى الجيستيون نذكرها، واذا تكون مش مقبوله ولو نعرف انا اللي العالم نتاع المسؤولين نتاعنا ومتاع الاعلام نتاعنا اخر هم الامور هذه كره دخلت ولا خرجت. منظر على المستوى التكتيكي الرسم كان واضح،
ولو انك في اخر زوز ماتشوات كنت عولت على الخزري كقلب هجوم ويظهر لي الاختيار كان ناجح وسجل 3 اهداف، يعني باش تواصل بهذا التمشي؟ ما كل مقابله عنده الحقيقه بتاعها. الزوز مقابلات الاخرانيين ضد المنتخب الليبي وضد المنتخب الغيني مشينا في توجه معين بعد الاصابات نتاع سورتو سليتي اللي ما كانش ديسبونيبل، غايلان شعلاني، كشريدة، ديما السلكسيونور والناخب في وقت من الاوقات يعيط لمجموعه من اللاعبين ويحاول باش يخرج افضل ما يمكن من المجموعه هكي في توجه تكتيكي يكون يناسبهم هما ويكون يتمشى مع طبيعه المقابله. وهبي الخزري في العديد من المقابلات لعب كرأس حربة، من رأس حربة متحرك وفيه برميتاسيون كبيرة كولكتيف ما بين 3 لاعبين القدام، يخلي اللي كونه المحاصرة نتاعو تكون صعيبة بالنسبة للمنافس. في فكر اللي لعبنا به نسبة النجاح كانت ما نقولش كبيرة برشا، ما هي محترمة، خلتنا اللي كونه ناخذوا أسبقية على المنتخب الليبي. حتى في السابق المقابلات ضد المنتخب الليبي كانت فيها ديما تنافس وكانت فيها ديما حماس، ستان ديربي وين لعبنا معاهم وكانوا يحطونا في صعوبات وكانوا يخلقونا العديد من المشاكل سواء كانت تكتيكيه ولا حتى في السكور كان قريب لبعضه. وهذا شفناه حتى في الشوط الاولاني، شفناه اللي كانوا اللعبه كانت هجوم بهجوم، ما كناش احنا متوازنين، ما فرضناش السيطره الميدانيه اللي كنا احنا نحبوا نعملوها من لونتام دي ماتش، تحطينا حتى في وضعيات صعيبه وهنا فما الاخطاء. لو كان المنافس كان مركز اكثر هو بروحه المنافس ما كانش حتى لون تايم كنا نتوقع منه خير من هكاك، بالرغم اللي كانوا خذينا الاسبقيه بهدفين مالوريزمون رجع علينا في الوقت الضايع في الشوط الاولاني، لكن الحمد لله كانت فما رياكسيون كولكتيف كبيره، كانت فما سورتو فكر اللي باش نكملوا اون فورس. سجلنا 4 اهداف، ماهوش ساهل باش تسجل 4 اهداف للمنتخب الليبي، لكن فما العديد من النقاط اللي نجموا نكونوا فيها احسن، وخاصه الفتره اللي تبع المنتخب ولا تبع المنتخبات وعنده فكره على المنتخبات، اصعب فتره بالنسبه للمنتخب هي شهر سبتمبر وشهر اكتوبر. علاش؟ خاطر المجموعه كل مازالت خرجت من التحضيرات ومازالوا في نسق تصاعدي، واحنا الاولاد نتاعنا كلهم ديفيكولتي في الكلوب نتاعهم وما عملوش تحضيرات بدنيه، خلي اللي كون الفتره ذيك كان ديما فتره صعيبه. الحمد لله على المستوى النتائج خرجنا منها وبمؤشرات ايجابيه. رجاء عندي بعض سؤال في منظر فني بيان سير. السؤال الاولاني يعني اذا نقارنوا تشكيله المباراه اللي لعبت ضد ليبيا ولا ضد غينيا الاستوائيه شفنا تغيير واحد هو يعني تعويض ايمن عبد النور، اسكو هذه رساله اللي ما كنتش راضي على مستوى ماتش ليبيا ولا سيان شوا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بن محمد، يعني كان مع بعض السؤالات الاثنين، بن محمد اسكو سيان شوا باش تلعبوا في وسط الميدان والا بار اوبليغاسيون في الغيابات نتاع غيلان وبن عمر المصاب اللي بعيد على المنتخب؟ يعني هو بن محمد بالنسبه لسيمونذر الكبير لاعب وسط ميدان اكثر من مدافع ايسر والا الظروف هي اللي خلاتك تلعبوا في المكان هذا؟ وبالنسبه لايمن عبد النور المقابله نتاعو ضد المنتخب الليبي كانت مقابله محترمه، الاداء نتاعو والمردود نتاعو كان مقبول برش، كان لاحظت انت في اخر المقابله صارت تعويض وكانت عنده اون بين مقلقته في القدم نتاعو وعنده جاعة، حتى النهارين بعد المقابلة ضد ليبيا ما تمكنش باش يسترجع القوة نتاعو على 100% وما لعبش على 90% اللي كانوا الجاهزية نتاعو ما كانتش 100%، وسورتو عامين واش ما رجع ما لعبش في المنتخب والرجوع نتاعو كنت نقدر اللي كان وزم يكون 100% من الناحية البدنية باش ينجم يلعب، يعني 80% من الاختيار على خاطر إصابة. وصدام ما قصرش بن عزيزة، دخل عمل الواجب نتاعو بالنسبه له اول مقابله مع المنتخب كاساسي والمردود نتاعو كان محترم. بالنسبه للمنتخب، المنتخب نتصور اللي كونه قطاع اشواط اللي نعتبرها فيها العديد من الايجابيات كما كان يقول سي عمار اللي فما معاينه وفما يتادي ليو يصير. بن محمد في الكان الاخرانيه ولا في القبل لعب العديد من المقابلات كاروليور في البوست هذاك، وانا نراه اللي كون المركز هذاك يواتيه وقادر باش يتاقلم، ملاعبي تكتيكيا ذكي، فنياته ممتازه، يعرف كيفاش يتحرك، يعرف كيفاش يطلب الكره. ضد الكاميرون وقت خرج غيلان هبط في المقابله هذيك وعمل مقابله محترمه برشا، اقل شويه ضد المنتخب الليبي، 3 مقابلات الاخرانيين كان موجود فيها، ضد غينيا عملنا مشاهده معاه، صلحنا له العديد من النقاط على مستوى التكتيك الفردي، فهمهم وجاوبوا معاهم. وبالنسبه لنا ايمن بن محمد عمل مقابله
من احسن المقابلات اللي لعبهم في المنتخب ونجح في الدور نتاعو في لي دو فاز سور البلان ديفونسيف اي اوفونسيف ميم حتى في تايمينغ صحيح وتنطر في الوقت ودخل مارتين راس مع الحارس وتعرف انت لعبت شويه بون طونك بيفو مش ريليور مي تعرف سورتو بالنسبه للدوزيام ليني كي تجي من تالي وتدخل في تايمينغ صحيح ونصوروا النجاح كما يلزم في البوست هذاك. منظر ما دامك تحكي على الاختيارات البشريه عيطت لبرشا اسماء جديده رفيعه الخليفي العويني باش تواصل يعني توسع في البحث عن الاسماء الشابه ولا باش تقعد ديما التعويل على الشبان كان وقت الطوارئ يتضرب لك لي تيتولير ولا نزيدهم انا بن والناس نزيدهم سورتو محمد علي برمضان العيوني وبن والناس برمضان هذوما لي ناس اللي جاوا حتى الشماخي يعني. الشماخي رجع ما مازال ما بداش لعب كان موجود في المنتخب المحلي هو الميساج فما ناس حتى قالوا شبيك لعب برمضان بتتر ولد صغير تجم يتحرق مقابله صعيبه وصعيبه عليه ديريكت يدخل بعد انا الولد نعرفهم اللي هو في الاوسط خدم معايا برشا تخافاي سبيسيفيك جو كوني تخي بيان نعرف شنو هو المعدن نتاعو تبعته في بدايه الموسم عمل بدايه موسم محترمه برشا حتى وقت دخل في المقابله الاخرانيه نتاع ليبيا كان الاداء نتاعو محترم برشا زد كيف كيف لابور اللي عمله ضد المنتخب الغيني كان ابور كبير هذا الولد ما عملش 20 سنه هذا الميساج اللي تعدى سكو لابورت اي اوفيرت بالنسبه للكيب ناسيونال بالنسبه للدخول كما بالنسبه للخروج الكريتير الوحيد هو الاستحقاق الناس اللي تعرق وتجتهد وتبرز وتوري الطرف الارضيه والبروفيل عندهم يمكن لهم يمشيوا ليكيب ناسيونال يسورون لا كما قلت الشماخي كما قلت محمد علي بن رمضان كما قلت مرتضى صدام بن عزيز العديد من اللاعبين اللي من البطوله نتاعنا موجودين في الليست لارجي موجودين في الافكتيف ومام حتى خذوا طون دو جو في مقابلات رسميه. نقعد باقي باش نقعد جوست الشبان الشبان حمزه رفيع كوتش ملاعبي مليون اليوفي الاسم كبير تسمع جمعيات والناس تستنى انه جاي وكانه بلاصته مضمونه في المنتخب الوطني التونسي امكانياته نقولوا احنا مضمونه ما عندنا حتى شك امكانياته شنو اللي ناقصه باش يقلع بلاصته نقولوا في الكيب ناسيونال ايوه كما قلت الارضيه فافورابل برشا وعنده برشا امكانيات فنيه بالطبيعه في الكيب ناسيونال عمل مليون شال الاو 23 في اليوفي ماهوش قاعد يخوف في طون دو جو كبير تخلى معانا موجود في الناس اللي نعملوا عليهم سي سارتان البدايات تجم تجيك فرصك بعد 3 ماتش كما تجيك بعد 5 6 ماتش مي من الولد لمسنا فيه الحرص نتاعو باش يدخل في المجموعه الاندماج نتاعو صار في وقت قصير من الناس اللي معاملين عليهم في الاوقات المناسبه ان شاء الله يكون موجود. بالنسبه وحده حبيت خلينا ندخل شويه اكثر يعني سبيسيفيك في الوضع هذا معش في لا باش نقعد لا جوست انا كان يحكي قبل ما نحكي على ديلان برون نمشيو للفيتيير باش نقصوا شويه من الحديث برشا باش نرجع نحكي على الملاعبين نشوفوا اخبار الجوريات المحترفين خارج الحدود ومن بعد نرجع مع عبد الرحمن العش ونضال العروه. ياسين مرياح المدافع الدولي التونسي يعرف موسم ناجح مع أولمبياكوس اليوناني والتواجد كأساسي في تشكيلة المدرب البرتغالي مارتينز ضد بانيونيوس في نهاية الأسبوع في البطولة اليونانية وأيضا المشاركة في لقاءات المجموعات للتشامبيونز ليج حيث ينتظر الفريق لقاء هام الأسبوع المقبل ضد توتنهام الإنجليزي. يوم السبت كان التعادل لأولمبياكوس مع بانيونيوس هدف مقابل هدف ولعب ياسين مرياح في محور الدفاع مع السيميدو البرتغالي. الياس السخيري متوسط الميدان الدولي التونسي في أول موسم مع كولن في البوندسليغا قادما من مونبولييه لعب الشوط الأول من مباراة كولن ولايبسيك خلال جولة 12 في ألمانيا والهزيمة 4-1 لكولن. 12 لقاء للدولي التونسي الياس السخيري هذا الموسم في البوندسليغا. وهبي الخزري المتواجد في سانت اتيان منذ 2018 لم يعرف النجاعة الموسم الماضي والمساهمة في تأهل سانت اتيان للأوروبا ليج كأبرز هداف للفريق خاصة مع المشاركة في الكان وعدم خضوعه للراحة قبل انطلاق الموسم. 15 لقاء هذا الموسم و3 أهداف مع سانت اتيان في كل المسابقات.
وهبي الخزري أصيب في اليد في تصفية الكان مع المنتخب التونسي، وسيتغيب تقريبا لمدة أسبوعين عن تشكيلة المدرب كلود بيويل بعد خضوعه لتدخل جراحي. محترف تونسي يعيش حاليا وضعية صعبة، المهاجم بسام السرافي في نيس 3 لقاءات فقط، خاصة مع الانتدابات الجديدة للمدرب باتريك فييرا. الدولي بسام السرار في 22 سنة قد يثر لمغادرة نيس في فترة انتقالات اللاعبين. في الدوري السعودي للمحترفين، سعد بقير متوسط الميدان الدولي يسجل 2 أهدافه مع فريق أبها والفوز على نادي الفتح 3-1. 4 انتصارات حاليا في دوري المحترفين لفريق الثنائي سعد بقير وكريم العواضي. ونختم بالمدافع الدولي ديلان برون المحترف في لاغونتواز البلجيكي، يعيش فترة صعبة حاليا في الجوبير ليج رغم بروزه في الفريق منذ جويل 2017 لغاية ماي 2019. إبعاده من طرف مجلس إدارة لاغونتواز على الفريق المحترف الأول دون ذكر الأسباب. هذا الموسم خاض ديلان برون 2 لقاءات كأساسي من جملة 5 مباريات. منظر تختم مع الجوريت، شنو حكاية ديلان برون واعتذاره والمشاكل اللي قاعد يعيش فيها باختصار؟ معناه من غير باختصار، ديلان في التربص الأخير طلب رخصة باش نعفيوه من 2 مقابلات هذوما، والأسباب نتاعو يقول اللي كانوا عنده وضعية صعيبة مع النادي نتاعو، وضعية عائلية اللي ما تخولوش باش يكون موجود في تونس. شفت اللي كانوا الأسباب اللي قالهم ماهيش أسباب مقنعة، ما فماش أعذار قاهرة، خاطر الغياب على المنتخب كان في وضعيات اللي واضحة. لكن هو عنده مشاكل هو مع الليكيب نتاعو في بلجيك على بونتواز، وطاح حتى يعني اذا كان طيحوه للفريق الثاني معناها اكيد راه فما مشكله عنده حتى في مع جمعيته. هو طلب رخصه في التربص الاولاني وقتها كان فما الميركاتو، عملنا دو ماتش اميكو موريتانيا والكوت ديفوار، قدرت انا الوضعيه نتاعو ومن صالح المنتخب هو باش يمشي يشوف فريق يخرج من الفريق هذاك. أعطيته الوقت باش ينجم ينيغوسي مليح الميركاتو نتاعو، ما جاش في التربص هكا وعفيته. بعد جات مقابله وديه نتاع الكاميرون، عيطت له، الولد كان ملتزم، عمل ماتش اكستراوردينير، كان اكزومبلير. دخلنا في الماتشات الرسميه تو، ماهوش ماتشات وديه، ماتشات رسميه تاع بدايه التصفيات. هنا قدرت اللي كانوا الامور هذيه ما تخولوش باش ما يجيش المنتخب. نقول لك علاش، خاطر فما اكثر من 3/4 من اللاعبين اللي في المنتخب عندهم وضعيات اللي تقريبا مشابهه لديلان، مشاكل مع الفرق نتاعهم على مستوى اداره المنتخب. اداره المنتخب لازم تكون اداره قويه وصارمه. فما اسبريم تاع مانجمنت اللي فيه برشا ريغور وبرشا ضوابط نتاع طريقه عيش نتاع منتخب اللي الناس كل يلتزموا بها، ما فماش هذا ينطبق عليه هذا شيء وهذا عنده مقاربة خاصة. معناها اش قررتوا في الأخر؟ قلتوا باش نقروا في خليني نكمل لك خاطر سي امبورطون. لا ماش ما نطولوش فيه برشا، مازال عندنا ما نحكيو معاك يا منظر، والناس تستنى في الشامبيونا، ما نقعدوش نحكيو برشا في الموضوع. أنا قلت لك كلمة تسألني في موضوع وبعد وقت باش نجي نكمل لك. معناها أعطيني احنا الزبدة، اش قررتوا في مسألة ديلان؟ القرار الملف نتاعو مشى للمكتب الجامعي، لكن فما حاجات اللي انا نجم نكون ما قالهم ليش ديلان، خاطر بتتر فما حاجات اللي نجم تحرج منها، ولا فما معلومات اللي كانوا اكثر من اللي قالوا، خاطر اللي قالوا ما يسمحلوش باش يتغيب المنتخب. دونك هنا المكتب الجامعي خذا الملف نتاعو وديكو ياخذ لي زانفورماسيون نيسيسير الوضع هيك بعد القرار تو يخرج. فقط انا نحب نزيد نذكر الساده المشاهدين انه رانا قاعدين توا في المونتاج بالنسبه للمباريات، وتعرفوا اليوم راهو في بصفه استثنائيه تاخرت شويه الماتشوات. نرجع للسونداج اللي قلت لكم عليه في الباج نتاع الاحد الرياضي، باج فيسبوك، وحول مشاركه المنتخب الوطني التونسي في الشان، وقلنا شكون ضد وشكون معاها، وقدامكم في انتظار قرار المكتب الجامعي. 49% نعم مع المشاركه، و51% لا تقريبا. تو قداش 12,000 مشاهد شارك في السونداج هذا. منظر كلمه عشان انت ضد معاه او ضد؟
المشاركه في الشان، لانه فنيا نحكي هنا، لانه مازال قرار المكتب الجامعي، وشفنا البلاغ اللي خرجوا حسينا منه اللي هما مش باش يشاركوا من خلال الستيل نتاع البلاغ. بدينا احنا تصفيات ولعبنا لي روتور ضد منتخب ليبيا وانتصرنا الحمد لله، ترشحنا. مانتنو فما برشا ملاعبيه كي يلعبوا الشان، كيما بوغطاس، كيما صدام بن عزيزه، كيما كشريده، كيما سيختو الشماخي، محمد علي برمضان، هذوما باش يتعودوا بالاجواء نتاع المنتخب، يتعودوا بالبريسيون نتاع ان تورنوا، زيد جهزهم للمنتخب الاول، وقت المنتخب الاولاني يستحق نكونوا عندهم اكثر طون دو جو واكثر مقابلات دوليه في سقيهم. لكن هذه على المستوى الفردي، لكن كي نشوفوا اللي كونوا في شهر جانفي، كان تعمل الشان في شهر جانفي، نصور اللي كانوا فيه اضافه كبيره، مي مانتنو حطوه من الاول في جوان وبعد ردوه في افريل. في افريل تتزامن الفتره هذيك مع ماتشوات نتاع الشامبيونز ليغ نتاع الانديه نتاعنا الترجي والنجم الراضي الساحلي في ادوار متقدمه، وبعد تو سويت احنا في شهر جوان عندنا تصفيات كاس العالم. جو بونس اللي كانوا التوقيت علميا مع شهر رمضان بعد تو سويت من بعد، ولمصلحه اللاعبين نتاعنا باش يكون فيه مضرة كبيرة، لكن الاستشارة مش باش تصير على المستوى هنا برك، حتى الأندية زادة كيف كيف وملاعبية زادة كيف كيف، لازمنا نتشاوروا معاهم ونسمعوهم. على المستوى الطبي زادة كيف كيف، فما لجنة باش تعمل دراسة على مدى الريسك اللي نجموا ياخذوه الملاعبية وقت يشاركوا في تورنوا كيما هاكي. مانتنو فما ان دوسي باش يكامل، اون فوا لي دوني يكملوا بعد ناخذوا القرار. سي عمار. باهي كان تعمقوا في الأمر هذا كأنه ما عندناش يعني تجارب سابقة، حسب رأيي أنا قطعي ما تفيدناش المشاركة، ولو أي مشاركة فيها نصيبنا الإيجابيات، لكن في المجمل ما تساعدش يعني البطولة التونسية والأندية التونسية. من ناحية الوقت، من ناحية الحمولة متاع اللاعبين، من ناحية التكاليف والمصاريف، من ناحية الرزنامة الكالندري اللي تولي بعد ملخبطة، ونولي يحط الماتش هذا وبدل الماتش هذا واحسب على الماتش هذا واحسب على الفريق الاخر، يعني وتولي ما فماش يعني كريديبيليتي نتاع الشامبيونات. المصاريف كما قلت لك معناها زايده، فالتوقيت كما شفنا سنا كاس تونس لعبناه في 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 معناها في بدايه الموسم، وقت اللي النجم الساحلي كان في افضل حالاته معناها في نهايه الموسم، فحتى التعيين نتاع التاريخ نتاع الدوره شفنا كان في تاريخ اكس ولا تاريخ ايجريك، يعني حتى التظاهره في حد ذاتها ما هيش منظمه كيف ما يلزم. دونك بالنسبه لي انا مضيعه للوقت، ونحترموا الفرق ونخليوها تخدم، لان يعني الماده شحيحه والمصاريف كثيره، فما زلوش نثقلوا يعني نثقلوا كهله بالمصاريف الزايده. انيس في دقيقه، فما الملاعبيه المحليين اللي يقول لك زاد انا فرصتي باش نبرز في الشان، انا ما عنديش الحق باش نلعب في الناسيونال في الـ في الـ في ليكيب الاولانيه في ليكيب ناسيونال، هذه فرصتي. تعرف فما دي ماناجير وفما اللي يتبعوا الشان وينجموا زاد فرصتهم باش يطلعوا ويحترفوا زاد هما. وعندنا ملاعبيه في الشان اللي تونس تحصلت عليها خرجوا يعني مشاو واحترفوا، دونك فرصه معناها مجال باهي للملاعبيه باش يسوقوا رواحهم. اليوم في الكالندري كما قال سي عمار وسي سي منظر، بون الحاجه اللي ممكن نقولها لسي منظر انه الكاف غيرت مواعيد نتاع الشامبيونز ليغ بالنسبه لتوالو الترجي اذا وصلوا، دونك فماش مشكله. بالنسبه لي انا الشان باهيه في حاله واحده، انه نعطيه فرصه لملاعبيه المنتخب الاولمبي اللي ما تعداوش باش يلعبوا الكاس افريقيا ويوصلوا للاولمبياد هذوكم، لو الانديه نتاعهم توافق، الانديه نتاع تونس يعني نتاع البطوله الوطنيه توافق ان تسيب اللاعبين هيكم فرصه ليهم هما باش نكتشفوهم ونشوفوا اسكو فيهم لاعبين يجم يلعبوا في الفريق الاول. خلاف هذا ثم لاعبين صراحه وقدامي سي منظر يبدا متقدم في السن وتعطيه فرصه انه يلعب في الشان ممكن اللي هو به، لكن المنتخب ما نصورش انه عنده اضافه المنتخب ياخذ بلاست يمكن بعض اللاعبين الشبان. اكيد ننتظروا قرار الجامعه التونسيه في هذا الاطار، يشاركوا ولا ما يشاركوش في الشان اللي نذكر انها باش تدور في شهر افريل 2020. نمشيو توا مباشره للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، والجوله التاسعه ترجع هذا الاسبوع، لكن قبل ما نمشيو لماتشوات الجمعه هذه هات نتذكروا مع بعضنا، ما انه لحد رياضي اليوم رجعنا، نرجعوا نتذكروا الثمانيه مباريات الاولانيين بعجاله، ثم نرجعوا نحكيو مع المحللين معنا في البلاتو.
24 اوت 2019 كان موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم 2019-2020. 53 مباراة على 56 تلعبت إلى حد الجولة الثامنة مع تأجيل مباريات نجم المتلوي نجم الساحلي، مستقبل سليمان الترجي، وكلاسيكو الجولة السابعة بين الترجي والنجم. 114 هدف تسجلوا في 8 جولات أولى، 9 تعادلات في 53 مواجهة، 44 انتصار منها 20 للضيوف، وأكثر فريق جمع نقاط الفوز خارج القواعد كان النادي الصفاقسي 9 نقاط في 4 تنقلات. في حين أنهى الاتحاد المنستيري 8 جولات أولى كأفضل فريق على ميدانه بجمع 13 نقطة في 4 مباريات. الاتحاد والترجي ما عرفوش طعم الهزيمة، ونجم المتلوي واتحاد تطاوين ما حقوش الانتصار في 8 جولات أولى من البطولة. أكثر فريق فاز إلى حد الجولة الثامنة النادي الإفريقي في 7 مباريات، وشبيبة القيروان أكثر فريق عرف الهزايم 7 مرات على 8. في 8 جولات أولى تمكن مهاجم اتحاد بن قردان البرازيلي دو سانتوس من تصدر طليعة هدفي البطولة بخمسة أهداف. 6 ثنائيات سجلوا في 53 مباراة، منها زوز ثنائيات اللاعب الترجي أنيس البدري. أضعف حصيلة من الأهداف كانت في الجولة الفارطة 8 أهداف، في حين سجلت الجولة السابعة أفضل حصيلة منذ انطلاق الموسم ب 24 هدف. 13 بطاقة حمراء منها 4 للنجم المتلوي، 22 ضربة جزاء تصفرت ضاعوا منها زوز، ومستقبل سليمان كان أكثر فريق تصفر ضده ضربة الجزاء 5 في 7 مباريات. 23 حكم مداره 53 مباراة، أكثرهم حضور نضال بالطيف في 4 مباريات. 8 جولات عرفت حضور 24 مدرب على 14 فريق، 9 فرق غيرت مدربها و5 حافظت على نفس الإطار الفني منذ انطلاق الموسم. النادي الإفريقي، مستقبل سليمان، الترجي الرياضي، نادي حمام الأنف، واتحاد المنستير. 16 ملعب احتضن 53 مباراة إلى حد الجولة الثامنة. الملعب الأولمبي بسوسة مغلق للصيانة، ولأول مرة ملاعب المذيلة، منزل بوزلفة، سليمان والكرم يحتضنوا مباريات في الرابطة المحترفة الأولى. شكرا عماد زهمول، عماد الكيلاني وعمر مالك. جوست حبينا نعملوا حوصة للثمانية جولات الأخيرة، نمشي وتوا مباشرة لمباراة الجولة التاسعة. باش نبدأ بمباراة اتحاد تطاوين والاتحاد المنستيري. مع الأسف البارح كما قلت لكم ما صورناش الماتشوات البارح، التلفزة الوطنية كما قلت لكم ما زلنا وقتها ما اتفقناش وما تعداش الديريكت، وذلك علاش ما تفرجتوش في مباراة اتحاد تطاوين والاتحاد المنستيري وأيضا النادي الصفاقسي ونادي حمام الأنف. على كل، بالنسبة للنادي الصفاقسي تعذر علينا ما نجموش نشوفوا تصاور حتى من الموقع متاع النادي الصفاقسي، باركونتخ بالنسبة لمباراة اتحاد تطاوين نجمنا ناخذوا تصاور من الموقع الرسمي لاتحاد تطاوين. مشكورين اللي مدونا بالصور، نتبعوا أبرز ما جاء في هذه المباراة اللي انتهت بفوز الاتحاد المنستيري خارج الميدان 3 أهداف لهدف، وثم نرجعوا. في وقت انتظر خلاله الجميع انتفاضة الاتحاد الرياضي بتطاوين على وضعه إيقاف نتائجه السلبية عند استضافة الاتحاد الرياضي المنستيري المتصدر، كانت بداية اللقاء مخالفة للتوقعات، وتمكن الضيوف من اختطاف هدف الأسبقية منذ الدقيقة الرابعة بواسطة النيجيري أنتوني أوكبوتو اللي استغل خطأ دفاعي وباغت الحارس خميس الثامري. رد فعل اتحاد تطاوين كان سريع، وبعد ما ضيع هيثم المحمدي ومالك الميلادي فرصة التعديل في الدقيقتين 15 و24، تمكن الثامر الصالحي من التعديل في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل الإيجابي هدف لهدف بين الطرفين رغم محاولات أخذ الأسبقية من الجانبين. في الشوط الثاني اعتمد الاتحاد المنستيري على المرتدات السريعة لمباغة مضيفه، وهو ما تم في الدقيقة 60 بعد خطأ دفاعي من حارس الثامري أمضى على إثر إيمانييل أكبادو الهدف الثاني. الاتحاد المنستيري أكد سيطرته ويتمكن من إضافة الهدف الثالث عن طريق علي العمري في الدقيقة 79.
10 دقائق اخيره ما عرفش فيها اتحاد تطاوين تذليل الفارق نتيجه التسرع، ورغم عديد المحاولات والتغييرات ينقاد المحليون الى هزيمه جديده تعقد من وضعيته في اسفل الترتيب، وتعجل بالقطيعه مع المدرب خالد بن يحيى. أنيس، مسيرة تاريخية للاتحاد المنستيري، سلسلة إيجابية سنة مع المدرب الأسعد الشابي، بالمقابل اتحاد تطاوين نتائج ما جاتش رغم تغيير المدربين، واليوم شفتوا أنه القطيعة حصلت بين خالد بن يحيى والفريق اتحاد تطاوين. وبالنسبة للاتحاد المنستيري ظهر لي معنا بداية موسم استثنائية بالنسبة للفريق، 6 انتصارات و3 تعادلات وحتى هزيمة، معناها أعتقد أنه العمل اللي بدا به الاسعد الدريدي اخر الموسم الفارط، الناس كلنا نتذكروا الوضعيه الصعيبه اللي كان عليها الاتحاد المنستيري في بدايه الموسم، بعد بقدوم الاسعد الدريدي تحسنت الوضعيه، وسنا كيف ديماراج كبير برشا. الاتحاد المنستيري تفرج فيه في المباراه هذه لا، لكن في مباراه النادي الافريقي عنده لاعبين مميزين، سيرتو انه سيرتو 3 اجانب نتاع الفريق، يعني موزوس اوركوما في وسط الميدان، كيف عنده هداف البطوله الوطنيه أنتوني أوكبوتو، يعني مهاجم قوي جدا وسريع وهداف، وممكن هذا اللي عامل فارق في البطوله الوطنيه بصراحه. الملاعبيه المحليين اذا تجيب لهم 3 اجانب يكونوا خير من الملاعبيه اللي عندك، وقت فريقك يتميز. هذاك علاش اليوم اتحاد المنستيري يعني عنده احسن خط هجوم، 15 هدف مش قابل اكثر مظهر لي من 4 أو 5 اهداف، يعني فريق متوازن مع الفورمه نتاع الجلاسي مع سرعه علي العمري، وانه فريق يعرف يتعامل مع الوضعيات، يعني ما تحطش في وضعيات انه خاسر، ديما فريق يحاول انه يلعب على المساحات ويلعب على المرتدات، وعنده لاعبين يمتازوا بسرعه. عمل كبير المدرب الاسعد في اول موسم ليه في البطوله الوطنيه، نعرفوه البرا خارج ارض الوطن، لكن في تونس كانت التجربه الاولى مميزه. في المقابل اتحاد تطاوين رغم الموسم الكبير السنه الفارطه، الموسم هذا بدايه متعثره، تغيير المدربين، شوف اي فريق رجاء يغير في المدربين يسخيلوا هذا هو الحل، مي مالوريزمون او شفتوا المشاكل، فريق 9 جولات عنده 2 نقاط فقط، 7 هزائم، تبدل المدرب وليد الشتاوي، جاء خالد بن يحيى وما تصلحتش الامور. علاش؟ لانه الظروف صعبه في الفريق. يعني جوست يقولوا لي كذا كان فما الاهداف، اهداف المباراه تنجموا تعديوهم لنا، 4 أهداف في هذه المباراة قاعدين يتعداو لبيب. أوكي جوست معك أنت اسكندر، بالنسبة لتغيير المدربين ندرى الحل مع بداية الموسم، معناها وشفتوا معناها، وهي يمكن الجولة هذه هي جولة المدربين الجدد، وشفتوا الحصيلة الإيجابية، الرجة النفسية هذه لازمة مع بتغيير المدرب، ولا ما تعطيش أكلها كما شفنا مع برشا فرق؟ يعني شربتوا كلمة الرجة النفسية كان مع تغيير المدرب، ما كان فما حاجة ما هذاك هو الرجو يعني فما أمور أخرى بوكي ميساغ هو المدرب، فما برشا حاجات بالحق، ديما المدرب كان ناجح ما نحكيوش عليه برشا، وكان اول فشل نلبسوه ديريكتومون المدرب، هو السبب الاول وهو السبب الاخير. ما نعرفش السياسه هذه ولات عاده عند رؤساء جمعيات والادارات في الفرق التونسيه، اذا ما عطاتش في اعوام معينه راه يلزمها تقف. اليوم هنا قاعدين نشوفوا في نتيجه، اليوم هنا نشوفوا في فرق قاعده تبدل، وبكسا حتى شيء ما يتبدل على مستوى النتائج. شفنا بار اكزومبل الملعب التونسي صحيح بدل، جاب جلال قادر، تبدلت شويه الامور، لكن مش معناها راهو جاي عنده لو باتون ماجيك قال لي باش نرى 4 كلمات كل شيء تبدل، لا فما خدمه تتخدم حتى على مستوى التغيير، لازم يكون تغيير مدروس. اليوم نحكي على تطاوين بار اكزومبل، خالد بن يحيى حسب الكواليس والمعلومات حتى كي مشى الغادي مش مقتنع 100%، وكان من الماتش الاول من الخساره الاولى كانت وقتها قدام النادي الافريقي كانوا يهدد، راهو كان باش تواصل الامور هكا، نحكي على الظروف العامه في الفريق، رانا ما نجموش ننجحوا، دونك كان خير الانسحاب نقعد ونتحمل من بعد المسؤوليه كامله. هذاك علاش ما طولش برشا خالد بن يحيى، شوف الاسباب العميقه، شوف مشاكلك الماديه حاول كيفاش تعالجها، شوف الاجواء الخاصه والعامه في داخل المجموعه نتاعك ولا في الفريق ككل، ومن بعد خمم في المدرب. وحسب الزميل عمر المستيسر تو اتصل بينا ويقول انه المدرب الجديد رسميا لاتحاد تطاوين هو محمد الكوكي، اللي اخر التجربة كانت في البطولة السعودية محمد. بالنسبة لي إذن محمد الكوكي واتحاد تطاوين، وإحنا نحكيه على المدربين، فما فريق كل جمعة يقولوا إنه باش يغير المدرب نتاعو،
اسكندر فهمتني، اللي هو مستقبل سليمان، خمسة هزائم متتالية لمستقبل سليمان ومطالبة بتغيير المدرب، ولكن رئيس الجمعية أصر أنه يحافظ على المدرب ويحاول يواصل معه، والنتيجة جات اليوم. يمكن هنا دليل على عكس اللي كنا نحكيه فيه، أنه فما راهو جمعيات اللي حافظت على المدربين رغم النتائج اللي ما مشاتش معهم. مستقبل سليمان اليوم استقبل الملعب التونسي وبعد خمس هزائم متتالية يجي الفوز. نرجعوا بأكثر تفاصيل يمكن بالنسبة لمستقبل سليمان، بالنسبة للملعب التونسي زاد بعد سلسلة وردية مع جلال القادري، هذه أول هزيمة بعد خمسة مباريات، أربعة انتصارات وتعادل. نرجعوا بأكثر تفاصيل المباراة هذه اللي حضرها سفيان الوج وحمودة بن سليم، ثم نرجعوا للبلاتو. جلال القادري شاكر مفتاح، زوز ممرنين خلات النتائج كل واحد منهم يعيش على نقيض الثاني. الأول ماشي معاه الكرة كما يلزم دون هزيمة، الثاني عكسته أكثر من لازم. فماذا تخفي المواجهة المباشرة بيناتهم في لقاء مستقبل سليمان الملعب التونسي؟ سي شاكر موش جديد على التدريب، ما شاء الله أكثر من 30 سنة في الميدان هذا، دونك هذيك عيشتنا، هذيك هي نعيشوا ستريس تاع المقابلات، سواء احنا رابحين خاسرين في سيتواسيون باهيه خايبه، دونك اون دو فير افيك. احنا ما عندنا با لو شوا، معناتها ما عندناش خيار الا نحققوا نتيجه ايجابيه باش نكونوا موجودين وسط الترتيب نتاع الرابطه المحترفه الاولى. نظريا او على الورق حظوظ فريق باردو تبدو اكبر للخروج بنقاط اللقاء، لكن الكره لا تعترف الا بلوغة الميدان أو حتى الكرة في الشبكة. البنيني التيجاني أنان صنع الفارق، أجبر الممرن جلال القادري على الانقياد للهزيمة الأولى منذ توليه الإشراف على الملعب التونسي مع إعادة الثقة الممرن شاكر مفتاح. اللاعب الثاني ساهم بنسبة كبيرة في استعادة أحباء مستقبل سليمان لفرحة الانتصار، هو ليس إلا الحارس سيف الدين المحواشي اللي برز بصفة خاصة فسخ أكثر من خمسة أهداف واضحة. المقابلة في الشوط الأول ما ارتقتش إلى مستوى كبير، فرص التهديف كانت فيها قليلة مع أسبقية المستقبل سليمان اللي لعب بثقة كبيرة، كان قريب من افتتاح النتيجة الاضطراب ظهر على دفاع الفرق الاثنين، لكن مستقبل سليمان ظهر وأنه دارس منافسه بالكيفية اللازمة. بسام التريكي اتفوق على منافسه المباشر أيمن أسفيقسي اللي عادة ممثل نقطة قوة هجوم فريق باردو. رغم هذا أبرز فرصة جات للملعب التونسي من أيمن أسفيقسي، يحضر الهيكل الشيخاوي، كورته تتعدى قريبة المرمى المحوشي. انذار أجاب عليه مستقبل سليمان بطريقة أنجع، كرة دور بين محمد علي بن حمودة لخميس المعواني، التمهيد البنيني تيجاني أنان ينهي العملية بكرة في الشبكة وهدف أول. هدف فاجأ الملعب التونسي وممرنه جلال القادري، أجبرهم على العودة لحجرات الملابس متأخرين في النتيجة. عرفنا كيفاش نجاروا ال 20 25 مينوت الاولانيه، وقت اللي خذينا احنا ماهوش ساهل كونك وقت تبدا في التون فور نتاعك تقبل بونتو، جاتنا اوكازيون نات قبل البونتو هيك قبلنا على اثر هدف. في الشوط الثاني الملعب التونسي يلعب الكل الكل على امل العوده في النتيجه، يسيطر يضغط دون تجاوز دفاع واقف كما يلزم. للحد من كل هذا مستقبل سليمان اتوخى الضغط على حمل الكره مع استغلال تقدم منافسه، عزيز الشتيوي يراوغ يسدد فوق مرمى علي جمل. الهجمات المعاكسة لمستقبل سليمان ولات تمثل خطر على دفاع فريق باردو، علي جمل في زوز مناسبات يتصدى. الممرن جلال القادري يلعب كل أوراقه الهجومية بحثا على التعادل، غير أن تيجان أنان كان له موقف ثاني، يتلقى كرة طويلة من التماس رغم قصر قامته بالراس يسجل هدف ثاني أو هدف الإطمئنان على النتيجة. اتكفل بعدها الحارس سيف الدين المحواشي بالمحافظة على زوز بلاش، يفسخ ما لا يقل عن خمس أهداف كاملة قدام كل من جي بنزا، أيمن أسفيقسي وهيكل الشيخاوي. تألق المحواشي من جهة، تسرع من جهة ثانية من مهاجمي البقلاوة تسببوا في عدم قدرتهم على العودة في اللقاء. أكثر من هذا مستقبل سليمان كان قريب من إضافة الهدف الثالث في أكثر من مرة لولا الحارس علي جمل. لينقاد الملعب التونسي في النهاية لهزيمته الأولى مع جلال القادري، مستقبل سليمان يضع مع شاكر مفتاح حد لسوء الحظ اللي صاحبهم في الجولات الفارطة، بانتصار أكيد باش يكون عنده تأثيره على قادم الجولات.
اليوم الحمد لله جسمنا ورينا اللي نحن معناتها كيب كبيره نجم ديما نربحوا ان شاء الله. هذه خطوه معناتها باش نخرجوا من البلاصه اللي فيها وقلت ربي ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. في بالنسبه لك انت ضد جمعيتك استاد تونسيا عديت راك والله الحمد لله معناتها جمعيتي هذيك استاد ما نكرش فضل معناتها فضل لعبت فيها وعطتني اسم. درسنا المنافس كما ينبغي وحضرنا المباراه نتاعنا لو ميريت يرجع للملاعبيه اللي قاموا باداء طيب وطيب جدا على مستوى لابليكاسيون تكتيك سورتو على مستوى لونفي. دوزيام ايتون يظهر لي سيطرنا بالطول والعرض خلقنا فرص حطينا كره لوط عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المباراه. الكره في نهايه الامر كيف ما حكيت انت تبقى واقعيه ورياليزم. طريف سي عمار انه اللي صنع الفارق في المباراه هذه الحارس حارس مستقبل سليمان صفي الدين المحواشي هو اللاعب سابق للملعب التونسي واليوم راهو استأسد امام فريقه السابق. باكيد عامل البروج تألق ضد الفريق نتاعه السابق عامل من العوامل اللي يخليه يكون مركز على المباراه هذه وباش يقدم افضل ما عنده وحالفه الحظ في المباراه هذه. دونك شفنا مباراه مشوقه ما دام فيها اهداف فريق منتشي وقدم افضل ما عنده في الفترات الاخيره وقام مباريات حتى على مستوى النتائج كانت طيبه وعلى مستوى الاداء. فريق مستقبل سليمان اعتقد حسب ما نفهم اللي الاداء كان موجود لكن الحظ ما تبعش فريق صعد من الدرجه المحترفه الثانيه قدم مستويات لا باس بها لكن الكوره ما تبعتش. اليوم بطبيعه فتره الراحه ربما من الحاجات اللي خلات توالم معناها مستقبل سليمان اكثر من الملعب التونسي اللي كان منتشي في نسق المباريات. والمباراه تحسمت يعني الوقوف الجدي نتاع حارس المرمى اللي فسخ العديد من الفرص واذاعه الفرص من طرف الملعب التونسي ووجود معناها اليوم رغبه نتاع فريق كما قلت صاعد عنده طموح عنده رغبه من اجل البقاء فكان الحضور نتاعو اليوم جدي وتالق وخلق معناها فرص ما كانتش بالكم اللي جاء الملعب التونسي لكن الملعب التونسي نقصته اليوم النجاعه حالفت معناها مستقبل سليمان وبالطريقه هذه كانت عمليه الفوز. تحيه يعني نقول للهيئه المديره نتاع مستقبل سليمان اللي صبرت ولو هو الوقت مازال طويل والمكتوب ينجم نتمنوا المشاكل المفتاح اللي هو لمام جينيراسيون وزميل نتمنوا له النجاح والتوفيق ككل المدربين معناها النتائج هي المقياس لكن هنا فما دي فالور لي فالور شنو ما راهو اللي كونه شكل مفتاح خدم مع الفريق هذا اعتقد الصعود الاكيد الموسم الفارط كان موجود معاهم يظهر لي في مراحل اخرين خدم معاهم وصعد بهم دونك راهو معناها بالعمل اللي قام به فما قيم فما دي فالور الشيء اللي قام به في السابق مع مستقبل مع فريق المستقبل سليمان خليت له هذاك ان كريدي باش الاداره نتاع مستقبل سليمان تتعامل معها اكثر جديه وتصبر عليه اكثر وهذا هما لي فالور اللي يكونوا موجودين معناها في الرياضه وتحيه مع اهل سليمان خاصه كانوا انا من صغير نعرف سيمون فيل معناها سبورتيف نتذكر فيها زوج لاعبين يظل لي كانوا دي جيمو سماهم معناها الدلاجي دو تري 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 بون جوار ومثالهم كيف الشيحي اللي كان في سليمان لعب عندي في جرومباليا دونك ماهوش غريب كي تشوفوا مستقبل منير الشيحي من سليمان لعب عندي في جرومباليا دونك ماهوش غريب تلقاو معناها مستقبل سليمان كما قلت حتى في التاريخ نتاعها انفيل معناها سبورتيف تلقى الدعم بعض المؤسسات اللي بحذاها كيف يظهر لي الهيئه المديره شابه وناس باسيوني والشغل نتاعها فنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله ربي يوفقهم في البقاء في الممتاز. منظر نختم معاك قاعد تطبع انت اكيد في البطوله الوطنيه وقاعد تمشي للتيران ولا تفرج من التلفزه ولا كيفاش تتبع؟ مشيت تبعت مقابلات سور بلاس وبطبيعه عندنا بلاتفورم تاع سويفي تاع لي جوار الداخل والبرا اي ملاعب يمس كوره ولا اخر شيء كل يخرج ونتبعوا فيه عن قرب مع اللي طرف فني كل. سامحني منظر ماذا بينا كي تبدا فما اشياء هكا ديزينوفاسيون فما يعني اشياء يعني تعطي اعتبار كبير للجامعه التونسيه والاداره الفنيه ماذا بينا نبداو في بنا فما بلاتفورم نتبعوا ما نتبعوش فما الشارت معناها كيفاش نقولوا احنا معناها اللائحه الداخليه هذوما الكل ماذا بينا معناها نبداو على اطلاع عليهم باش ما نعطيو كل حد حقه
ما نخطئوش اللي كونوا مثلا مش عمل ولا متخلفين ولا كذا. ماذا بينا اشياء حتى مثلا مشاكل اللي صارت من نوع هذا اللاعب يظهر ويتكلم لي ملا معناها يظهر ويعطي باش نجموا نحلوا احنا وناخذوا منها الامور باكثر جديه ما نسمعوش كان من جهه واحده. دونك ماذا بينا حتى الاساليب هذه نطوروها والاشياء اللي ايجابيه وموجوده نظهروها من العيال. هذيك بليزير ان شاء الله تسمح الفرصه والامور هذه تتعطى باكثر وضوح وبامور علميه إيه لانها معناها حاجه يعني مهمه بالنسبه لنا احنا ونعطيه حق الناس اللي تخدم زاد. شكرا لك منذر الكبير على الحضور وان شاء الله طبعا مسيره طيبه مع المنتخب الوطني التونسي هذا اللي نستناوه. شكرا لك نودعوك وباش نستقبلوا ضيفنا سي رضا شرف الدين. في الاثناء سفيان الوجي اللي مشى لسليمان يقول لي انه ان الهيئه المديره لمستقبل سليمان وفرت منصه لضيوفها لضيوف الملعب التونسي جلال بن عيسى والهيئه المديره اللي معاه ولكن صارت مشاكل ما نعرفش شنو هي المشاكل هذه نتبعوا انه ما خلوهمش يجلسوا وقعدوا وراء السياج. نسمع تصريح رئيس الجمعية وليد الجلادي يوضح الأسباب ثم نرجعوا.